8 شهور 9 شهور بديتي تباني، اول اعراض شفتيهم فيها؟ اول حاجه اللي فريمون تجبدك لولدك هذاك باش تحسي بلي ماهوش كيما الاخرين، ما يشوفش فيك، ما يركزش فيك. اي بيبي تشديه في يدك باش ترضعيه ولا باش تبدلي له، كي تعاد قاعده تلاغي فيه يقعد يشوف فيك، ثم ما عندوش الانتباه، ما يشوفش فيه، ما يركز، ما عندوش النظره هذيك باش يفيكسي فيك انت هكا كأم. ايوه، اول انسان يتلاقى به الاخر هو لا ماما. فوالا، انا بنتي كي كنت كي بدات اصلا ما لاغاتش في وقتها، كل حاجه روتار، كل حاجه مش في وقتها، ما تلاغي في وقتها، ما تحبي في وقتها، ما توقف، كل حاجه ماشي كيما الانسان كيما البيبي العادي. 8 شهور بديت نحس بلي ماهيش تشوف فيا، ما تعرفش اسمها. ما على بالهاش بلي هي ايمان. نعيط لها ايمان، لحقت عام كيف كيف، ما مشى، ما حباتش في وقتها، ما مشاتش في وقتها، ما قعدتش في وقتها. والحاجه الاولى اللي تركزوا عليها هي النظره تاع البيبي. يقعد دائما يخزر للفوق، النظره تاعو دائما للفوق. ما يشوف حتى الحاجه اللي تكون دايره به مش حيركز فيها. البيبي كي تشعلي الضوء وتطفي اسهل حاجه، يعني ابسط الامور، تشعلي الضوء وتطفي، البيبي هذا كي يقفز هكا كيف زعم النوم ولا يشوف الضوء. انا بنتي ما عندهاش هذيك، عينيها دائما طايشه للفوق هكا تشوف لي. اسكو تسمى هذه حاله خاصه، مش شرط يكونوا كل نفس الحاله، ومش شرط يكون لي ترافاي فيزيوال هذوما كاع عندهم. لا لا، ماشي شرط. انا رايحه للطبيبه، اسكو الشرط باش يفهموا اللي يسمعوا فينا؟ هذا العرض من الاعراض الاساسيه، يعني لو كونتاكت فيزيوال من الاعراض الاساسيه اللي تبين لنا باللي هذا الطفل يعاني من هذا الاضطراب ولا لا. يعني لو كونتاكت فيزيوال كي ترفدي طفل ميم اثناء الرضاعه، الام كي تكون ترضع في ولدها، البيبي يخزر فيها. حنايا هذه الفئه ما يقدرش يخزر فيك لونطون، ميم ولا خزر فيك يخزر فيك ويكمل، ولا يخزر للفوق، ولا عنده لو ريغار بيريفيريك، يعني يخزر اغوش ولا ادغوات، مي ما يقدرش يشد معاك هكذا ويقعد يخزر فيك بوندون كيلكو سكوند ولا دقيقة. يعني الدكتورة فريال، ماشي شرط زعما انه يولد بها ولا كان قادر، كاين اطفال يصيبهم حتى واحد بعد اللي يكتسبها. ها؟ عليه يقول لك الاسباب، عليه يقول لك بالك شطاطي بورتابل بزاف يولي. قضية البورتابل ولي زيكخون هذوما راح ماشي من الاسباب اللي ترجع الطفل متوحد. هاد الحاجة تزيد، حاجة تزيد سافا امبيغي، يعني حالته راح تزيد تراجع. لأنه التوحد درجات. درجات أكيد. من الخفيف، يعني من لو بلو ليجي للبسيط لو مويان للحاد اللي هو لوتيزم سيفير. ثم اهم الاعراض يمكن الام تكتشف بها الوهله الاولى هي لو كونتاكت فيزيوال، التواصل، انه التواصل ما كانش البصري. البصري ما يقدرش يشوف فيك، ما يقدرش يركز على حاجه. باش تنصحيهم اول ما تكتشفي الحاجه هاجي وتلجئي؟ انا اول حاجه درتها كي اي ام بسيطه، ما نشوف لا طبيب، انا اصلا هذا التوحد، هذا الاضطراب تاع التوحد هذا عمري ما سمعت به. اصلا اضطراب جديد ما كنتش نسمع به اصلا، نسمعوا بلي تريزوميان، نسمعوا بالغوتار مونتال، مي اصلا هذا التوحد انا في حياتي ما سمعت به. اول حاجه درتها كيما يديروها كاع العجايز تاع بكري، سقسيتي يما قالت لي معلاش ما ديري لها، ارمي لها هكذا مفاتح، ابسط الامور تشوفها تشوف ارمي مفاتح، اسكو عندها هذاك لو ريفلكس، اي واحد ترمي له مفاتح شتي لو بيبي يسمع له صو يقفز. يدور، تشعلي ابسط الامور، تشعلي الضوء طفي يشوف. انا بنتي ما كانش عندها هاد الامور، ما تشوف، ما عندها هذاك لو ريفلكس الدور، ما ديري واش ديري بنتي، دائما يا تشوف هكا الفوق يا كي ترقد تاني ترقد، طب اللي يغني صفقي بنتي ما تنوضش. وما عندهاش اضطراب في السمع؟ اضطراب في السمع ما عندي. انا اول حاجه اللي خممت ليها يعني شكرا على قلتي بالك، قلت بالك ما تسمعش. واصلا كي ديتها باسكو ما كنتش نديها حتى العام، ما كنتش نعرف بسيكولوج اورتوفونيست، كنت ندي فيها البيدياتر ونسقسيها اسئله عامه، وكم لو بيدياتر يقول لك انا مختص في حاجه وهاد الامور، نقدر نقول لك روحي ديري لها لو تيست تاع السمع، لازم ديري لها تاع العينين تاع الرؤيه، ديري لها اي حاجه كاين شك فيها روحي ديري لها لو تيست. حتى لحقت العام وشهرين وثلاث اشهر تم فقط باللي كاين اختلاف.